بافلوفيتش وسيكو فوفانا وتاليسكا اليوم في وسط الملعب، على يمينهم عبد العزيز العليوة وعلى يسارهم عبد الرحمن غريب، ثم كريستيانو في خط المقدمة على قائمة بلويس كاسترو، في قائمة بالأبيض الزمالك محمد صبحي حارس مرمى، عمر جابر على اليمين، حسام عبد الحميد على اليسار، حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد في عمق الزمالك، في عمق ملعب الزمالك، ثم عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا في وسط الملعب، ثم احمد سيد زيزو على اليمين، شيكابالا على اليسار، والجلواء التونسي عفوا سيف الدين الجزيري في قائمة خوان كارلوس مان. الكرواتي قطعت كرة من أمامه وعادت سريعة، خطير الزمان، وحاول كريستيانو فرصة ومرور مرور وتقدم، ولكن التغطية موجودة، تغطية موجودة بنجاح من أمام كريستيانو، تبعد الكرة من أمام كريستيانو وتذهب، شوف محاولة، لكن ترجع مرة ثانية إلى فتوح اللي يلعب كرة أمامية، الجزيري الجزيري، الزمالك يتقدم، الزمالك يتقدم، ولكن راية مرفوعة، تسلل، ضربة حرة غير مباشرة، راية وتسلل، وكأن سيف الجزيري بيقول للحكم سيبها، وكأن وغريب يلعب كرة لتيليس، شوف العرضية والكرة، لا مجال للاجتهاد، هنا كرة تمريرة وخطيرة وكرة أخرى. الراية مرفوعة مرة أخرى على أي فريق لحد الآن، كرة نصروية على اليمين، سلطان الغنام، بينية لكريستيانو، أن يكون أكثر من سجل بالرأس، هنا خطأ لتاليسكا، خطأ لتاليسكا، مخالفة موجودة لتاليسكا، مباراة تاليسكا، تترك الكرة للبرازيلي والتصويب، وكرة خطيرة 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 جدا على مرمى محمد صبحي الموجود في المكان، كرة لكريستيانو، تمريرة بينية طويلة 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 على آخر لقب آسيوي للسعودية في 96، عندنا كرة فيها محاولة، فيها محاولة مرور خطير ومرور وشيكو وفرصة زملكاوية خطيرة جدا على المرمى، تيليس على الطرف الأيسر، تيليس ينقل الكرة إلى الأمام في المحاولة على جهة اليسرى، شوف تيليس عرضية خطيرة وكرة خطيرة جدا، خطيرة خطيرة، أنا قايل لكم كرات العرضية صعبة وخطيرة، لاعب الحوية تلعب كرة عرضية ومحاولة خطيرة ورأسية فوفانا، حكم المباراة تشير إلى خطأ، قوة بدنية، هذا عبد الله، مصلحة شيكا خطيرة للزمالك، وشيكا يبحث عن مين، شيكا يلعب كرة في منتصف الملعب تماما، وحكم المباراة يعطي خطأ للسيسي، خطأ لعمر السيسي، عند حمزة المثلوثي يلعب كرة تونسي للتونسي، والجزيري يطالب بضربة جزاء، الجزيري لا يلعب كرات طويلة، يستمر في لعب الكرات القصيرة، مر الجزيري خطيرة زملكاوية، مر الجزيري وتقدم إلى على الاتحاد المونستيري، كرة تلعب عرضية ومحاولة الجزيري، آه على فرصة زملكاوية خطيرة، ارتقاء عار لزيزو، يلعب الكرة لشيكا وكرة عرضية خطيرة، وإلى اليمين هالمرة يتقدم زيزو إلى الأمام مع السيسي، عمرو السيسي بينية وخانة إلى عبد العزيز العليوة، العليوة على اليمين يلعب عرضية، لكن التغطية من محمد عبد، يرسل كرة إلى الأمام، كريستيانو حصل عليها، مرر بلوسكا اليسار، فرصة للنصر، يلعب كرة تيليس، عرضية البرازيل كبير، عنده مشوار طويل وعريض، وعندنا كرة فيها محاولة خطيرة، وزوفيتش لم تكتمل، وعندنا حكم المباراة يشير إلى مخالفة، خطأ موجود الآن، خطأ موجود، يبحث عن مين، يلعب كرة تمريرة بينية للعليوة،
وفرصة للنصر الآن وصلت عند شيكا. شيكا يحاول يلعب عرضية وراسية السيسي، راحت كرة عمر السيسي. هذا الرد من فرصة زملكاوية وعلى اليسار خطيرة، والتصويب وكرة خطيرة خطيرة جدا لفتوح لاعب الدولي المصري. فتوح على الفريقين، كرة لعمر السيسي، عرضية السيسي الآن والتصويب وكرة مرت سليمة على مرمى نواف العقيد. في ملعب المباراة ما زالت عند دونجا، يرسل كرة للسيسي خطيرة، انتصر عليه في بطولة كأس العالم للأندية. كرة عرضية الآن خطيرة والتغطية موجودة، واحد أمامه وواحد خلفه، تلعب كرة عرضية الآن ومحاولة بالرأس، لكن أيضا التغطية موجودة وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة. لاعب خطيرة نصراوية عند الغنام، والغنام لاعب العرضية، لكن حسام عبد المجيد في التغطية وصافرة حكم المباراة الدولي المغربي السيد رضوان جي. تنطلق الآن وتعلن نهاية شوط المباراة الأول بتعادل. السنغالي الذي غاب عن كأس العالم عن السنغال يأتي الآن بعد موسم واحد مع بايرن ميونخ الألماني. موسم الآن ثم تلعب كرة عرضية وراسية وكرة أولى للسنغالي، كرة أولى للسنغالي ضاعت. ماري راحت لفتوح، عرضية منتظرة والكرة خطيرة والراسية، ولن ينتظر النصر. الآن حكم المباراة يوقف اللاعب، يوقف اللاعب المغربي من يد اللاعب. هل هناك ضرب؟ وننتظر قراره. المغربي يعطي ضربة جزاء للزمالك، ضربة جزاء زملكاوية. المحبوب من الزملكاوية زيزو يتقدم، زيزو يسجل، أحمد سيد زيزو ويتقدم للزمالك 1-0 للزمالك، 1-0 للأبيض. ليلة بيضاء لحد الآن، زملكاوية يا تلس، 1-0. أحمد سيد زيزو، راح نواف العقيدي، راح نواف العقيدي، لكن الكرة سكت. الآن يرسل كرة أمامية وطويلة وخطيرة جدا، لكن محيا يحاول ماني وفرصة فيها محاولة، يتقدم الآن رونالدو لسيف الدين الجزيري، ينطلق سيف الدين الجزيري وأمامه تغطية موجودة، قطعت الكرة من أمام سيف الدين وراحت للغنام. الأمام كل المقومات للعودة، المرتدة السريعة، وحكم المباراة يشير إلى خطأ الآن، خطأ بطاقة صفراء على عبد الإله العمري. المهارة عالية بلفع نفسه وتقدم إلى الأمام، عمر جابر يريد أن يلعب كرة أهل النصر وكرة لبروزوفيتش للمتحرك الخطير ساديو ماني، لكن عندنا كرة خطيرة جدا ومحاولة وعرضية خطيرة وكرة لإبراهيم انداي. إبراهيم انداي البديل، فوفانا يرسل كرة، بروزوفيتش عرضية وراسية تاليسكا، يرسل كرة لسليهم خطيرة وكرة وسط. يطلب الهدوء، يطلب الهدوء، ومطالبة نصراوية بضربة جزاء لعبد المجيد سليهم. هذه الكرة وهنا اللقطة، تركيز عالي حقيقة من جانب لاعبين زمالك. فوفانا لكن لم يوفق في المرور، زمالك وكريستيانو يمرر الآن، خطيرة نصراوية وعرضية وكرة الغنام، كرة ممتازة سليهم، عرضية وكرة خطيرة نصراوية. الكثير من الوقت الآن، كونان يتقدم في كرة إلى العمود، الراس الذهبي كريستيانو،
كريستيانو الذهبي، كريستيانو التاريخي، كريستيانو التاريخي، الله.